السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. اخباركم ايه؟ وحشني. النهاردة هنعمل مع بعض شغل جديد وشكل جديد من الاشكال المنتشرة قوي اليومين دول، الخشب اللي بجملة اللهم بارك هذا البيت. طبعا في جمل كتيرة جدا واشكال كتيرة جدا، في اللهم بارك هذا البيت زي دي كده، بس في اللهم بارك هذا البيت واهله، اللهم بارك هذا البيت، او اللي هي الجملة بتاعت ادخل مسالما واخرج بدعوة جميلة. الأشكال والكلمات كتيرة جدا، بس أكتر حاجة الناس حابينها اللي هي الدعوة الجميلة قوي دي، اللي هي اللهم بارك هذا البيت. احنا النهاردة عاملينها بشكل جديد، عايزين نعملها بشكل مختلف. احنا عاملينها باللون الذهبي، هنعملها بخيط المكرمية. طبعا لو انت عايز تعمليها بالمكرمية القطن تمام، عايزة تعمليها اللي هي الشغل اللي بيبقى طالع منها ده تمام، بس مش هيبقى لطيف مع فكرة اللزق الشغل ده، لان احنا هندخل في الشغل ده التل، فاللي هنعمله ده هيبقى الطف واظرف بكتير من الشغل التاني. لو انت عايزة تعملي الشغل التاني يبقى الشغل ده مش هيبقى مفرغ، هيبقى قطعة واحدة على بعضها. معانا هنا زي ما قلنا التل، معانا المكرمية، طبعا معانا الإبرة، معانا اللزق اللي هنلزق بيه الكلام على التل، وعندنا شريط الستان اللي هنزوق بيه في الآخر الفيونكة أو هنعمل بيه أي شغل تزويق. طبعا لو انت مالكيش في اللزق دوت ممكن بمسدس الشمع عادي. انا دورت على مسدس الشمع على فكره ما لقيتوش، فاضطريت ان انا الجا للزق ده. ربنا ييسر على ما اخلص الاقي مسدس الشمع، هيبقى اسهل والطف، الطف بالنسبه لي. طيب هنبتدي دلوقتي. هتقولي لي طيب في ناس كتير بتسال على طول خيط المكرميه، خيط المكرميه احسن ابره له ايه؟ خيط المكرميه احسن ابره له دي ترجع لك انت. يعني انا عن نفسي بحب اشتغل بابره من 5 لـ 6، بيديني نتيجه كويسه وبحس ان هو مطلع النتيجه معايا حلوه. برضو لازم نكون واخدين بالنا من حاجه، ان خيط المكرميه له تخانات كتيره جدا، فكل تخانه ولها ابرته. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أول حاجة بنعملها بنقص خيط المكرمية ونلسعه بالنار، لأن انت عارفين خيط المكرمية لو ما عملناش كده هتبصوا تلاقوه فتل تمام، فإحنا لازم نلسعه بالنار عشان ما يحصلش كده. ناس بقى تقول لي طيب أنا هشتغل في الأخرام دي إزاي؟ يعني انا هشتغل في الاخرام دي ازاي، هعمل ايه؟ هبتدي مثلا غرزتين في كل فتحه، هعمل غرزه وغرزه، غرزتين وغرزه، هعمل 3 غرز فرداني وغرزتين، هنعملها ازاي؟ والله يعني صدقوني انا نفسي ما اعرفش. انا لما بشتغل بمسك الاول اشوف الشغل عامل ازاي والفتحات المسافه ما بينهم قد ايه، لان كل مره بيديني فتحات مختلفه او مسافه ما بين الفتحات مختلفه عن الثانيه، فلازم اكون عامله حسابي في الحكايه دي وابتدي اجرب واشوف هعمل ايه. هقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي من تحت. هنبتدي ازاي؟ شوفي كده معايا، انا باخد الغرزه وبطلع تمام، بسيب حته طويله شويه علشان اداريها في الشغل والشغل ما يفكش تاني مني. بعمل غرزه حشو اهي عادي خالص اهي تمام، وبرجع اعمل واحدة تانية معاها. دايما وانا بشتغل اكون حريصة على ان الفتلة اللي انا سايباها دي تدار معايا في الشغل تمام. بعمل اهو غرزة تانية، الفتحة اللي بعديها بعمل برضو غرزتين، هي المسافة زي ما انتم شايفين كبيرة، فدي مدياني احساس ان انا لازم اعمل غرزتين في كل غرزة. هعرف امتى ان انا هفضل على كده على طول ولا هغير، بعد شوية بعد كام غرزة كده هعرف اذا كنت ابتدي اعمل غرزة واحدة ولا لا، وهنشوف مع بعضنا. تمام اهي غرزتين برضو في اللي بعدها، شايفين هنا تحسي المسافات مرتاحة، يعني ما هياش مثلا وانا بشتغل ما لقيتهاش زنقت كده على برة. لو زنقت لبرة كده ولقيت الشغل عمال يزنق على بعض بحيث ان هو يخرج لبرة، يبقى في حاجة غلط، يبقى انا ابتدي اقلل، اخلي غرزتين غرزتين غرزة
تمام، طول ما هي مرتاحة كده تمام. بل بالعكس، أنا عندي إحساس إن ممكن في كده بعد شوية أعمل غرزة فيها ثلاثة، لأن هنا الغرز يعني هنا مرتاحة، أنا حاساها مرتاحة كمان قوي، فراحتها قوي دي هتخليني إن أنا لأ هبتدي بقى إن أنا ممكن أزود. يعني أنا بعمل غرزتين غرزتين غرزتين، ممكن المرة دي كمان غرزتين، المرة اللي بعديها ممكن أعمل ثلاثة. هنشوف دلوقتي برضو، هعمل اهي غرزتين، انا شغالة بإبرة خمسة، هنعمل برضو غرزتين. طيب تمام كده، انا ظبطت الاتجاه عشان تشوفوا اكتر واوضح. بص يا ستي، دلوقتي انا عملت اهو غرزتين 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 غرزتين، انا حاسه ان هي مرتاحه قوي، فانا بفكر الغرزه الجايه. بصي شايفه المسافات هنا ما بين الغرز، كل غرزتين وكل كل غرزتين وبعض، حاساها كبيره، فده يديني احساس على طول ان غرزتين بس لا مش كفايه، لان اولا خيطه المكرميه اللي انا شغاله بيها رفيعه شويه مش تخينه زي بعض الخيوط المكرميه التانيه. تاني حاجه المسافه ما بين الفتحه والفتحه كبيره، فده يخليني لا خلاص تمام غرزتين غرزتين غرزتين، يبقى هنا المره الجايه هعمل 3 غرز وأكرر بقى على هذا الأساس. هذا واحد، هذا اتنين. شايفين غرزة الفتلة بتاعتنا أنا داريتها خالص، هي فاضل آخر حتة اهي، هعمل التالتة. تمام ماشي، عملنا التالتة اهي. شوف انا حاسه كده ان بصوا مليانه اكتر، شكلها احلى. ماشي هبتدي اكرر، اعمل 4 غرزتين وواحده 3 غرز عشان الشغل يبقى مرتاح. ادي هنا غرزتين، الناس بتسأل انهي اسهل في الشغل بالنسبة بعيدا عن التارة دي، الكليم ولا المكرمية ولا السلسلة؟ بصوا يا بنات، الكليم اصعبهم في الشغل. يعني انا لسه عاملة بوكس من يومين، بعد ما خلصته لتاني يوم كنت بعيط من ظهري وفضلت ايديا توجعني لحد تاني يوم بالليل مثلا، وجع شديد. يعني المكرمية اهدى شوية في الوجع بتاعها، يعني مش بتخلي الظهر يبقى تعبان والايدين بتعبانة زي الكليم، لكن بتبقى برضو يعني فيها مشاكل كتيرة. من ضمن المشاكل دي يعني بتعور، لان هي ناشفة، يعني ممكن تعور لك صباعك وانت بتشتغلي، ده لو هي ناشفة. في طبعا الخيط القطن، المكرمية القطن ما بيعورش يعني كويس لطيف، وفي احيانا بتيجي مكرمية طرية وحلوة ما بتعورش جميلة جدا، بس هي المكرمية لما كل ما كانت ناشفة كل ما كانت ادتك شنطة احلى. لو انتنا بنتكلم في شغل الشنط، لو انت عايزة شنطة يبقى الافضل طبعا ان انا اشتغل بمكرمية ناشفة عشان تطلع لي الشنطة واقفة، مش محتاجة بقى ان انا ادور لها على بوري او بلاستيك او شبك او اي حاجة، لا هي هتبقى واقفة لوحدها مش محتاجة غير البطانة بس. فده عيب المكرمية الناشفة، ان هي بس بتعور ايدي، لكن نتيجتها في الاخر للامانة حلوة جدا. انا للأسف ما خدتش بالي وانا بختار المكرمية ان انا اجيبها طرية، دي ناشفة. بالنسبة بقى لخيط السلسلة فهو احسنهم في التعب، يعني مش متعب زي المكرمية والكليم، تعبه اريح بكتير لان خيط السلسلة ناعم، فما فيهوش المشاكل بتاعت خيط الكليم ولا خيط السلسله او خيط المكرميه. هتقولي طب ما هو الكليم ناعم برضه، هقول لك بس الكليم شديد يعني قماش من الاخر، فمتعب متعب جدا. بس السلسله بقى فيها عيب ما بتعملوش في الشنط زي المكرميه والكليم. المكرميه والكليم مش محتاج ابدا اي حاجه توقف الشنطه، خيط السلسلة محتاج في الغالب حاجة توقف الشنطة إلا إذا استخدمتي إبرة صغيرة. يعني في ناس عشان ما تستخدمش بطانة
بتاع دوت بوري او بلاستيك، بتستخدم مثلا مع خيط السلسلة إبرة مقاس 4. فتخيلوا إبرة مقاس 4 بتخلي الشنطة واقفة جدا جدا شديدة حلوة، بس برضو فيها عيب تاني، إن أنا بضطر أستخدم كمية خيط كتير. يعني لو أنا متعودة الشنطة الموديل ده مثلا بعمله ب 600 جرام، فلما هستخدم إبرة 4 ممكن أعمله ب 900 جرام 800 جرام، يعني هتاخد مني أكتر. تمام، اهدى اهي، 1 2 3 4. نعمل بقى الغرزة الجاية اللي هي 3. طيب انا هخلص وارجع لكم تاني. دلوقتي احنا خلصنا، عملنا السطر كله داير ما يدور اهو بالغرزة دي. تمام، غرزة الحشو عادي. طيب ممكن نعمل احنا ايه دلوقتي؟ دلوقتي احنا ممكن نعمل غرزة فستونات مثلا. هنقفل اهو بمنزلقة. طيب ممكن نعمل بقى غرزة فستونات عادي، اللي هي مثلا نطلع بسلسلتين مثلا او 3، ونبتدي نعمل غرزة او بتاع ده غرزتين عمود مثلا اهو. انا مش حابة اعمل كده، بس انا هوريكم بتتعمل ازاي. تمام، وبعد كده اقوم جايه منيمه الفستانات بتاعتي دي كده، اسيب مثلا ادي غرزه 2 وادخل في الثالثه اهي، وافضل اكرر اعمل 3 سلاسل ومعاها عمودين، وانيم الشغل اسيب غرزه 2 وادخل في الثالثه، وافضل اعمل كده لغايه ما في الاخر تديني داير ما يدور فستانات، داير ما يدور على الشغل. بس انا حاسه ان هي مع اللون الذهبي ده مش محتاجه شغل كتير، هي يا دوبك كده حلوه قوي. تمام، هنقص والسع بالنار وارجع لكم تاني. دلوقتي احنا هنبتدي نعمل شغل كده هنا لداري الاخرام دي. انا هعمله بشريط الستان، هاجي برضو من تحت، هاجي بشريط الستان اهو، هدخل في غرزة من الغرز واخد شريط الستان كأني هشتغل بيه عادي خالص اهو. تمام، وبعدين ادخل في الغرزة اللي بعديها اسيب حتة نازلة منه اهو، وبعدين ادخل في الغرزة اللي بعديها واخد الغرزة الخيط واخرج الشريط الستان واخرج، واخده في غرزة الشريط الستان اللي انا عملته اهو، وبعدين ابتدي اعمل نفس الحكاية زي ما بنعمل في الشغل بتاعنا. اي شغل فيه خشب احنا بنعمل نفس الغرزة دي بالخيط عشان نداري الاخرام اكتر اهو. هفضل اعمل كده لغاية ما اخلص الشريط كله، الفتحات كلها. تمام، زي ما احنا شايفين. تمام، انا هخلصها وارجع لكم تاني. احنا كلنا عارفين الطريقه دي بنعملها ازاي اهي، زي ما باينه قدامكم كده اهي. تمام، في الاخر هنشد طبعا الفتق دي هنخيطها فهتتشد وهتبقى زي الفل. احنا خلصنا دلوقتي، وصلنا لاخر غرزه. بنعمل فيها ايه بقى؟ بنقص وبعدين بشد زي ما انت شايفه كده، طلعتها من هنا، وبعدين بدخل تحت الغرزه الاولانيه اللي انا عملتها في الاول خالص، وباخد شريط الستان معايا وبخرج اهو. تمام، وبعدين ادخل من الفتحه من تحت هنا اللي هي اللي انا بدات اللي خلصتها اخر غرزه، وادخل ما بين في النص بالظبط اهو، في النص. تمام، تاني اهو، اعملها من اول وجديد عشان اكون اوضح. دلوقتي انا اخر واحدة اهي خلصتها، فاضل اللي هي اخر حاجة خالص اقفل الشغل ازاي. هشد الشريط اهي، وبعدين
اجي الغرزة الاولانية اول واحدة بدأتها خالص، ادخل من تحتها خالص، اخد شريط الستان معايا واخرج. تمام ماشي، خرجت اهو، هقوم جاية الفتحة اللي هي الاخرانية خالص اهي، هدخل الابرة، بس هدخل الابرة من النص، من نص الغرزة بتاعت شريط الستان اهي، من النص. تمام، وبعدين اجيب شريط الستان اهو واخرج بيه من نفس المكان، من نفس الفتحة اهي. تمام، فبانت كأنها كلها غرزة واحدة. ماشي، هاجي هنا، المفروض انا هقفل بقى، هربط كده بايديا. لغاية ما نشطب الشغل كله. تمام كده اهو، بانت من قدام اهي. ماشي كده. طب هنجيب بقى دلوقتي التول بتاعنا، حتة التول مش كبيرة قوي الا اذا انت كنت عايزاها مكشكشة قوي، انا مش عايزاها مكشكشة الحقيقة. انا هعمل دلوقتي التول بتاعي، عايزاه يبقى مجوز بس في الجزء ده. حلو، هحطه اهو كده. تمام، وتانيته مظبوط، التانية بتاعتي مظبوطة اهي. ماشي تمام، ادي التانية بتاعتي، هاجي ابرة وفتلة وابتدي اجيب التول بتاعي. انا تنيته خلاص اهو، انا عايزة مجوز بس عشان اللزق بتاع الحروف. تمام، هبتدي اجي من التول من فوق هنا، هقسمه كده بالنص واجيب النص بتاعي، يعني انا عايزاكم تاني من اول جديد برضو اهي. دلوقتي ادا حتة التول بتاعتي اهي بالطول، انا هحطها تحت الشغل بتاعي اهو، هحطها تحت الشغل، بس انا مش عايزاها مفرد، انا عايزاها مجوز في الوقت نفسه. الطلب بتاع الاوردر ده ان هي تبقى مش طول كتير صراحة، من الاخر هي مش حابة فكرة الطول قوي وان هي تبقى مدلدلة منه وكده. فانا دلوقتي هتني الطول بحيث ان هو يبقى على قد الفتحة بس، التتنية دي عشان انا عايزاها تبقى مكثفة في الحتة دي اهي. وبعدين تنيت اهي، خدت التانية بتاعتي. تمام، بعد كده هقسم، هدخل الابرة بتاعتي من النص بالظبط. ماشي، واجي عند الخشبة بتاعتي النص من فوق اهو، بس هشتغل في الظهر. ماشي، واحط التل عليه اهو، التل كده عليه، انا حاطة الابرة بتاعتي في النص اهو، وعلى الخشبة في النص برضو اهو، وابتدي اخيطها في المكرمية بتاعتي اهي. تمام، في النص اهو. ماشي كده، انا دلوقتي المفروض ان انا كل ده هيتكشكش كده، هيتكشكش في الحتة اللي تحت دي. فانا كل اللي عايزاه ان هي تبقى ماسكة نفسها داير ما يدور، فانا مسكتها من النص فوق الاول. ماشي، اتبت عليها كويس قوي. ماشي خلاص، هقطع الخيط هنا عشان انا عايزه اتبت من تحت الاول قبل ما ابتدي اوزع الشغل كويس، يعني عشان يبقى توزيعه الكشكشه مظبوطه على المسافات كلها. هاجي من تحت، يعني انا ثبتت خلاص اهو من فوق، هاجي من تحت الم الكشكشه بتاعتي اهي. تمام، كده هتبقى مشدودة، عايزاها تبقى مشدودة قوي من تحت، وابتدي اخيط عليها برضو خياطة عادية خالص اهي في المكرمية. يعني انا خيطتي ما بين التل والمكرمية.
نبقى نظبط احنا المكرمية اللي طالعة دي بعدين. انا نسيت ألسعها بالنار، معلش هظبطها في الاخر. تمام، بس ابتدي اظبط اهو، اشد جدا واخيط وانا بشد، ولسه في شدة تانية هتتم بقى وانا بخيط الاطراف دي. المفروض تبقى مشدودة جدا. تمام، مش نبتدي بقى نخيط الخياطة بتاعتي اللي هي هتبقى داير ما يدور كده بحيث ان هو يبقى كله. تمام، هنبتدي نخيط الاطراف اهي، ماشي. من تحت هنا انا مش هشد، الشد كله هيبقى من فوق عشان ما شدش والاقي فجأة ان القماشة قصرت معي. انا هشد هخيط عادي اهو من تحت داير ما يدور بس، وفي الوقت نفسه اعمل الكشكشة دي، والشد كله انا هعمله من فوق زي ما قلت لكم. في ناس بتعمل بمسدس الشمع وخلاص، يعني في ناس حتى الطول بتلزقه بمسدس الشمع وخلاص. طبعا لو عملوا كده برضو كويس جدا، يعني مفيش مشاكل طالما هتقدري في الاخر انك تدي الشدة اللي انت عايزاها. خلصت من تحت، ابتدي بقى اشتغل من فوق عشان الشد بتاعي زي ما اتفقنا اهو. ماشي، اشد بقى كويس قوي، يعني انا الجنب ده تمام اهو مظبوط. خلاص ابتدي اشد كويس قوي، انا عايزه القماشه مشدوده جدا على الخشبه بتاعتي، اشد جدا. تمام، واخيط اكتر من مره. ممكن في الاخر بعد ما اخلص ازود بقى بمسدس الشمع لو انا عايزه، اهو اشد الاطراف على المكرمية واخيط. تمام اهو، وافضل على كده لغاية ما اخلص الجنب ده وارجع اشتغل في الجنب تاني، الجنب التاني على طول. الخياطة في إبرة التنظيف بالطول والمكرمية سهل جدا، مفيش أي مشاكل. هي الفكرة كلها إن أنا أشد بس القماش، مش أكتر من كده، شد القماش. أعيد كتير قوي عشان أضمن إن القماشة ما تريحش بعد شوية أو الخيط ما يفكش. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. منتهى البساطة خالص، خلي بالكم كل ده ما خدش مننا وقت خالص من ساعة ما بدأنا لغاية دلوقتي، يعني مفيش اي وقت اخدناه لغاية دلوقتي خالص. حكاية سهلة قوي قوي، ومن اسهل انواع الشغل في المكرمية. الحاجة الوحيدة اللي خدت شغل هو احنا عملنا شغل المكرمية داير ما يدور على الاخرام بتاعتنا، هي دي الحاجة الوحيدة اللي خدت شغل، لكن غير كده الموضوع بسيط قوي 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 يعني. تمام، شوفوا هنا الشغل عامل ازاي اهو، في منتج جمال
ومشدود اهو الحمد لله. هنبتدي نشتغل في الجنب التاني. انا جايه بقى رايحه للجنب التاني بالمره، اخيط معايا كمان عشان اثبت على الشغل اكتر. وزي ما قلت لكم في الاخر هنعمل بمسدس الشمع عشان يبقى الشغل متثبت اكتر واكتر. وانا جيت للجنب ده اهو ابتدي للنص اخيط اكتر عليه، لازم اكون الخياطة شديدة قوي. تمام اهو اشد جامد اهو، الخيط اتقطع. مشكلة، احنا هنثبت بمسدس الشمع اصلا. تمام كده، احاول على قد ما اقدر ان انا اشد ايدي قوي. تمام اهو. طيب نرجع بقى نعمل نفس اللي عملناه في الجنب التاني. هنبتدي نشتغل الاول هنا، نشد شوية هنا وبعدين نوقف ونرجع نشتغل من فوق. هخلص الجزئية دي وارجع لكم تاني. احنا خلصنا تثبيت القماش اهو، داير ما يدور، وهنثبت عليه بمسدس الشمع بس بيسخن. طيب احنا دلوقتي هنبتدي عايزين نشبك الحروف دي، فعايزة اعمل خط بقلم رصاص كده خفيف، معلش ما لقيتش مسطرة فاضطريت استخدم كتاب. عايزة اعمل خط علشان الحروف لا تطلع مايلة كده ولا مايلة كده، فهنعمل خط اهو بالقلم الرصاص خفيف خالص اهو. تمام، بحيث ان بس يبقى باين قدامي ان انا احط الحروف. اهو تمام، وخط تاني هو واضح قدامي اهو بس يمكن مش واضح قدامكم قوي. والخط التاني بتاع هنا اللهم بارك وهنا هذا البيت، هنعمل برضو خط خفيف. تمام كده، عشان لما اجي احط الحروف ما يبقاش في حرف نايم وحرف معوج، تبقى الحروف زي بعض زي الفل. هنجيب مسدس الشمع وابتدي بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط هنا اللهم اهي، اللهم بارك. تمام، وايه ده الكلام. طيب هنبتدي نحط على الحرف نفسه، على الكلمة نفسها. خلي بالنا عشان المسدس الشمع بيبان، يعني لو شلنا هيبان. هبتدي اهو على الخط اللي انا عاملاه اهو. تمام، اجيب الالف برضو اهو، ممكن نحطش قوي ما زودش قوي في الاول، واحنا بنشتغل في طول، فممكن في الاخر لما اطمن ان كل حاجة مظبوطة ممكن من الظهر ابتدي اكثف في الشمع بتاعي، بس الاول ابتدي اطمن ان انا ماشية مظبوط، يعني ما يبقاش الحرف معوج. انا عاملة خطوط بس برضو ممكن يحصل اي غلطة. الراء حط بعد كده الكاف. تمام، الهمزة
الشنطة بتاعت البيت. تمام ماشي، نبتدي بقى نحط هذا البيت برضو على الخط اللي انا عاملاه. تمام اهو الف. النقطة بتاعت الزر راحت فين؟ اختفت. بسم الله. طيب نشوفها دلوقتي. البيت في الهدف الأول. زي ما اتفقنا احنا ممكن بس نطمن بس احنا حاطينهم مظبوط، وبعد كده نبقى نكثف بعدين. تمام، هنسخن المسدس تاني لانه برد وارجع لكم تاني. تمام، لقينا النقطه بتاعت الزال. يبقى احنا كده عملنا كل ده. ماشي، نبتدي بقى نقلب الشغل بتاعي. اثبت على التول بتاعي ان هو يبقى لازق اكتر، فهبتدي اعمل مسدس الشمع عليه. تمام، برضو طول هنا لو انا عايزه اظبط الحته دي طالعه قدام، عايزه اجيبها قدام طالعه قدام، عايزه ارجعها لورا عشان شكلها مش لطيف. اهي مسدس الشام ده طول، فهي الشمع هينزل منه للمكرميه فهيثبت اكتر ويثبت على الخيط الخياطه اللي احنا مخيطينه، ما يكونش عرضه ان هو يتفك بشكل اسهل. طبعا لو نخيط بخيط زي مثلا خيط المنجد، خيط التطريز، الملونيه، اي حاجه من الحاجات اللي هي اللي ماسكه نفسها شويه دي هيبقى الطف. انا جت على بالي دلوقتي ان انا نسيت اجيبه معايا، فاضطريت ان انا طبعا ان انا اعمل بخيط خياطه عادي. لو انا مفيش الا خيط خياطه ممكن اعمل الخيط دبل، او زي ما انا بقى بعمل دلوقتي ان انا بثبت على الخياطه دي بالشمع. بحيث ان التول بتاعي يثبت اكتر على المكرميه. مسدس بدأ يبرد تاني. ماشي تمام. طبعا انا لو عايزه اتاكد ان الحروف ماسكه في الطول اكتر اهو بقى من الظهر اهو. تمام، بالذات الحاجات اللي هي النقط والهمزه والحاجات دي اهي بمنتهى البساطه اهو، لان ده طول والمسافه والخرام اللي فيها هتخليه يمسك في الخشب اهو. ماشي اهو من الظهر بقى. وافضل على كده لغايه ما اخلص كله. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ انا عندي عايزه اعمل فيونكه بخيط الستان. هجيب الخيط الستان اهو، عايزه اعمله طبعا من قدام بس ينشف شويه من الشمع. عايزاها مثلا بالطول ده كويس قوي، حلو قوي. اقص المقص
هعمل اللي هي الزاوية اللي تحت دي عشان ما ينسلش اهي كده من الجنب التاني بتنيها كده بالنص واقوم قصه تمام. هعمل اهو فيونكة ادي خالص اهي تمام. انا ما ربطتهاش، عايزه اربطها طيب برضو براحتي خالص تمام كده اهو. احطها هنا في المكان ده تمام. اجيب مسدس الشمع ثانيه ابتدي الزقها احطها هنا اهو تمام اهي ماشي كده. ماشي عايزة اعمل بقى تعليقة عشان هعلقها. اجيب شريط الستان اهو مثلا تمام ومن النص بالظبط اهو من فوق العصفورة اهي على طول في النص بالظبط احط شم تبقى عليها هتنشف هتبقى تعليقة أعلق بيها الشغل بتاعي زي ما انتوا شايفين كده اهو. خدتش وقت مننا خالص زي ما انتوا شايفين، مجرد ما عملنا بس السطر بتاع المكرمية واشتغلنا داير ما يدور بقى الشغل بتاع المكرمية ده بتاعك انتي بأي شكل كان انتي عايزاه بتعمليه، مجرد لزق الحروف ما خدش وقت خالص. وبالشمع اهو عايزة تلزقيه بأي مادة لاصقة تانية برضو براحتك مفيش مشكلة، خدش وقت وطالع في منتهى الشياكة والجمال اهو. تقول تشد بمنتهى البساطة زي ما شفنا بالخياطة من ورا اهو، طريقة لطيفة وجديدة وانتي هتبقى اول واحده عاملاها. اتمنى انها تعجبكم، اذا عجبتكم ياريت لايك للفيديو وتشاروا لاصحابكم، متشكره جدا ليكم.